الجميع وبلا استثناء بحث عن الوردة، ولأن الوردة هي وردة. لا والله يا شيخ، والجميع بيحط رجله بعد شوية، الديوانية ستبدأ. ولأن الوردة محط اهتمام الكثيرين، تفضل يا عبد الرحمن تحدث عنها. عفاك الله وسلمك. على ما كرتعت بكرسي انت. والله يا اخي الوردة وردة. هذه ما تكسر، يا لو تحدث عن الوردة. الوردة دايسينا هناك. الوردة الوردة اسرعوا لان ناس كرسيكم. الوردة من تكون؟ يا عبد الرحمن طيري سم، قبل ما تفعل الوردة احنا عندنا احتجاج للامانة. الا كوننا الكرسي هذا من امتلاكات القرية، انت يعني رفضت برجلك وهذا عدم احترام. اسفين اسفين نعتذر منك. لا والله اعتذارك غير مقبول، وهذا حنظر فيه مع ادارة مع خلاص. الله يجزاك خير، ترى معنا بندر علي يقدر يرفسك، فلذلك انت لا والله بصالح قوية ليتك والله فيها خصم، اقسم بالله تكفى دبرها بسرعة. يا جماعة يا جماعة، طيب عشان الوقت يا جماعة.